حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. يقول الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حدثنا محمد بن رمح المصري أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن مطرفا من بني عامر بن صعصعة حدث أن عثمان بن أبي العاص الثقفي دعا له بلبن يسقيه، فقال مطرف إني صائم، فقال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا ابن أبي فديك حدثني هشام بن سعد عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدعى يوم القيامة يقال أين الصائمون، فمن كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يظمأ أبدا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عند كل فطر عتقاء، وذلك في كل ليلة. حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد حدثنا محمد بن بلال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس بن مالك قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه فأتي بشاة فتنحى بعض القوم، فقال عمار من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعجيل صوم يوم قبل الرؤية. حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا مروان بن محمد حدثنا الهيثم بن حميد حدثنا العلاء بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان الصيام يوم كذا وكذا، ونحن متقدمون، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب عن شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان. حدثنا هشام بن عمار
حدثنا يحيى بن حمزة حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة بن الغاز أنه سأل عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان. حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الحميد بن حبيب والوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا صيام رمضان بيوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فيصومه. حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا عبد العزيز بن محمد وحدثنا هشام بن عمار حدثنا مسلم بن خالد قالا حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان. حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي ومحمد بن إسماعيل قالا حدثنا أبو أسامة حدثنا زائدة بن قدامة حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبصرت الهلال الليلة فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال قم يا بلال فأذن في الناس أن يصوموا غدا. قال أبو علي هكذا رواية الوليد بن أبي ثور والحسن بن علي ورواه حماد بن سلمة فلم يذكر ابن عباس وقال فنادى أن يقوموا وأن يصوموا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس بن مالك قال حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. وكان ابن عمر يصوم قبل الهلال بيوم. حدثنا أبو مروان العثماني حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مضى من الشهر؟ قال قلنا 22 وبقيت 8. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا والشهر هكذا والشهر هكذا 3 مرات وأمسك واحدة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن بشر عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد 29. حدثنا مجاهد بن موسى حدثنا القاسم بن مالك المزني حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي هريرة قال ما صمنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. حدثنا محمد بن عمرو المقرئ حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت سأل حمزة الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أصوم أفأصوم في السفر؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم وهارون بن عبد الله الحمال قالا حدثنا ابن أبي فديك جميعا عن هشام بن سعد عن عثمان بن حيان الدمشقي حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء أنه قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في اليوم الحار الشديد الحر، وإن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما في القوم أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. حدثنا محمد بن المصفى الحمصي حدثنا محمد بن حرب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا عبد الله بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر. قال أبو إسحاق هذا الحديث ليس بشيء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن أبي هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الأشهل وقال علي بن محمد من بني عبد الله بن كعب قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى فقال أدن فكل قلت إني صائم قال اجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتاهما أو إحداهما فيا لهف نفسي فهلا كنت طعمت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا هشام بن عمار الدمشقي حدثنا الربيع بن بدر عن الجريري عن الحسن عن أنس بن مالك قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحبلى التي تخاف على نفسها أن تفطر وللمرضع التي تخاف على ولدها. حدثنا علي بن المنذر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة قال سمعت عائشة تقول إن كان ليكون علي الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان. حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيدة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصوم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال هلكت قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة قال لا أجد قال
صم شهرين متتابعين. قال لا أطيق. قال أطعم 60 مسكينا. قال لا أجد. قال اجلس. فجلس. فبينما هو كذلك إذ أتي بمكتل يدعى العرق فقال اذهب فتصدق به. قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. قال فانطلق فأطعمه عيالك. حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا عبد الجبار بن عمر حدثني يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال وصم يوما مكانه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن المطوس عن أبيه المطوس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عوف عن خلاس ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. قلت لهشام أمروا بالقضاء؟ قال فلا بد من ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يعلى ومحمد ابن عبيد الطنافسي قالا حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق قال سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم في يوم كان يصومه فدعا بإناء فشرب فقلنا يا رسول الله إن هذا يوم كنت تصومه. قال أجل ولكني خئت. حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم حدثنا الحكم بن موسى حدثنا عيسى بن يونس وحدثنا عبيد الله حدثنا علي بن الحسن بن سليمان أبو الشعثاء حدثنا حفص بن غياث جميعا عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير خصال الصائم السواك. حدثنا أبو التقي هشام بن عبد الملك الحمصي حدثنا بقية حدثنا الزبيدي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. حدثنا أيوب بن محمد الرقي وداود بن رشيد قالا حدثنا معمر بن سليمان حدثنا عبد الله بن بشر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا عبيد الله أنبأنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو قلابة أن أبا أسماء حدثه عن ثوبان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم. وبإسناده عن أبي قلابة أنه أخبره أن شداد بن أوس بينما هو يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فمر على رجل يحتجم بعدما مضى من الشهر 18 ليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. حدثنا علي بن محمد حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال
احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن الجراح قالا حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وأيكم يملك إربة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضني عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان قال قد أفطرا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علي عن ابن عون عن إبراهيم قال دخل الأسود ومسروق على عائشة فقالا أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت كان يفعل وكان أملككم لإربه. حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي حدثنا أبي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رخص للكبير الصائم في المباشرة وكره للشاب. حدثنا عمرو بن رافع حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. حدثنا عمرو بن رافع حدثنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن جهل عليه أحد فليقل إني امرئ صائم. حدثنا أحمد بن عبدة أنبأنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبالقيلولة على قيام الليل. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم بينهما؟ قال قدر قراءة 50 آية. حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن حذيفة قال تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن لينتبه نائمكم وليرجع قائمكم
وليس الفجر أن يقول هكذا ولكن هكذا، يعترض في أفق السماء. حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الإفطار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، عجلوا الفطر فإن اليهود يؤخرون. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ومحمد بن فضيل وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب أم الرائح بنت صليع عن عمها سلمان بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد القطواني عن إسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن سالم عن ابن عمر عن حفصة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا شريك عن طلحة بن يحيى عن مجاهد عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ فنقول لا، فيقول إني صائم، فيقيم على صومه ثم يهدى لنا شيء فيفطر. قالت وربما صام وأفطر. قلت كيف ذا؟ قالت إنما مثل هذا مثل الذي يخرج بصدقة فيعطي بعضا ويمسك بعضا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو القارئ قال سمعت أبا هريرة يقول لا ورب الكعبة ما أنا قلت من أصبح وهو جنب فليفطر. محمد صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت جنبا فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقوم فيغتسل فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه ثم يخرج فأسمع صوته في صلاة الفجر. قال مطرف فقلت لعامر أفي رمضان؟ قال رمضان وغيره سواء. حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع قال سألت أم سلمة عن الرجل يصبح وهو جنب يريد الصوم، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من الوقاع لا من احتلام ثم يغتسل ويتم صومه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن سعيد وحدثنا محمد بن بشار حدثنا يزيد بن هارون وأبو داود قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس المكي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا شعبة عن أنس بن سيرين عن عبد الملك بن المنهال عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بصيام البيض 13 و14 و15
ويقول هو كصوم الدهر أو كهيئة صوم الدهر. حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا حبان بن هلال حدثنا همام عن أنس بن سيرين حدثني عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال ابن ماجه أخطأ شعبة وأصاب همام. حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام 3 أيام من كل شهر فذلك صوم الدهر. فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها فاليوم 10 أيام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر. قلت من أيه؟ قالت لم يكن يبالي من أيه كان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة قال سألت عائشة عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر ولم أره صام من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان منذ قدم المدينة. حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت عمرو بن أوس قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود فإنه كان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويصلي ثلثه وينام ثلثه. حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد حدثنا غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة قال قال عمر بن الخطاب يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال ويطيق ذلك أحد؟ قال يا رسول الله كيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذلك صوم داود. قال كيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت أني طوقت ذلك. حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا سعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن أبي فراس أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صام نوح الدهر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى. حدثنا هشام بن عمار حدثنا بقية حدثنا صدقة بن خالد حدثنا يحيى بن الحارث الزماري قال سمعت أبا أسماء الرحبي عن عثمان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام 6 أيام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير عن سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصوم الدهر. حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أنبأنا الليث بن سعد عن ابن الهاد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم النار من وجهه 70 خريفا. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا أنس بن عياض، حدثنا عبد الله بن عبد العزيز الليثي عن المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار 70 خريفا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام منا أيام أكل وشرب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير بن مطعم عن بشر بن سحيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أيام التشريق فقال: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن عبد الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. حدثنا سهل بن أبي سهل، حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، أما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم، ويوم الأضحى تأكلون فيه من لحم نسككم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية وحفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله وأنا أطوف بالبيت، أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم ورب هذا البيت. حدثنا إسحاق بن منصور، أنبأنا أبو داود، حدثنا شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال: قلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمصه. حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا سفيان بن حبيب عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. حدثنا علي بن محمد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. حدثنا عمر بن شبة بن عبيدة، حدثنا مسعود بن واصل عن النهاس بن قهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام الدنيا أيام أحب إلى الله سبحانه أن يتعبد له فيها
من أيام العشر، وإن صيام يوم فيها ليعدل صيام سنة، وليلة فيها بليلة القدر. حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر قط. حدثنا أحمد بن عبدة، أنبأنا حماد بن زيد، حدثنا غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا يحيى بن حمزة عن إسحاق بن عبد الله عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري عن قتادة بن النعمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع، حدثني حوشب بن عقيل، حدثني مهدي العبدي عن عكرمة قال: دخلت على أبي هريرة في بيته فسألته عن صوم يوم عرفة بعرفات، فقال أبو هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عاشورا ويأمر بصيامه. حدثنا سهل بن أبي سهل، حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم أنجى الله فيه موسى وأغرق فيه فرعون فصامه موسى شكرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن الشعبي عن محمد بن صيفي قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء: منكم أحد طعم اليوم؟ قلنا: منا طعم ومنا من لم يطعم. قال: فأتموا بقية يومكم، من كان طعم ومن لم يطعم فأرسلوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهم. قال: يعني أهل العروض حول المدينة. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير مولى بن عباس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع. قال أبو علي: رواه أحمد بن يونس عن ابن أبي ذئب، زاد فيه: مخافة أن يفوته عاشوراء. حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يوما يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب منكم أن يصومه فليصم، ومن كرهه فليدعه. حدثنا أحمد بن عبدة، أنبأنا حماد بن زيد، حدثنا غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة بن الغاز أنه سأل عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، حدثنا الضحاك بن مخلد عن محمد بن رفاعة
عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فقيل: يا رسول الله، إنك تصوم الاثنين والخميس؟ فقال: إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا متهاجرين، يقول: دعهما حتى يصطلحا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان عن الجريري، عن أبي السليل، عن أبي مجيبة الباهلي، عن أبيه أو عن عمه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول. قال: فما لي أرى جسمك ناحلا؟ قال: يا رسول الله، ما أكلت طعاما بالنهار، ما أكلته إلا بالليل. قال: من أمرك أن تعذب نفسك؟ قلت: يا رسول الله، إني أقوى. قال: صم شهر الصبر ويوما بعده. قلت: إني أقوى. قال: صم شهر الصبر ويومين بعده. قلت: إني أقوى. قال: صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده، وصم أشهر الحرم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الحسين بن علي، عن زائدة، عن عبد الملك بن عمير، عن محمد بن المنتشر، عن حميد بن عبد الرحمن الحنجري، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي صيام أفضل بعد شهر رمضان؟ قال: شهر الله الذي تدعونه المحرم. حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا داود بن عطاء، حدثني زيد بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن سليمان عن أبيه، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب. حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا عبد العزيز الدراوردي، عن يزيد بن عبد الله بن أسامة، عن محمد بن إبراهيم أن أسامة بن زيد كان يصوم أشهر الحرم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم شوالا، فترك أشهر الحرم، ثم لم يزل يصوم شوالا حتى مات. حدثنا أبو بكر، حدثنا عبد الله بن المبارك، وحدثنا محرز بن سلمة العدني، حدثنا عبد العزيز بن محمد جميعا عن موسى بن عبيدة، عن جمهان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء زكاة، وزكاة الجسد الصوم. زاد محرز في حديثه: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام نصف الصبر. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى وخالي يعلى، عن عبد الملك وأبو معاوية، عن حجاج، كلهم عن عطاء، عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجرهم، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سعيد بن يحيى اللخمي، حدثنا محمد بن عمرو، عن مصعب بن ثابت، عن عبد الله بن الزبير قال: أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ فقال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وسهل قالوا: حدثنا وكيع عن شعبة، عن حبيب بن زيد الأنصاري، عن امرأة يقال لها ليلى، عن أم عمارة قالت: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقربنا إليه طعاما، فكان بعض من عنده صائما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصائم إذا أكل عنده الطعام صلت عليه الملائكة. حدثنا محمد بن المصفى، حدثنا بقية، حدثنا محمد بن عبد الرحمن، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: الغداء يا بلال. فقال: إني صائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نأكل أرزاقنا، وفضل رزق بلال في الجنة، أشعرت يا بلال؟
أن الصائم تسبح عظامه وتستغفر له الملائكة ما أكل عنده؟ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا أبو عاصم أنبأنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي إلى طعام وهو صائم فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سعدان الجهني عن سعد بن أبي مجاهد الطائي وكان ثقة عن أبي مدلة وكان ثقة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا إسحاق بن عبيد الله المدني قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. قال ابن أبي مليكة سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم تمرات. حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا مندل بن علي حدثنا عمر بن صهبان عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يغدي أصحابه من صدقة الفطر. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو عاصم حدثنا ثواب بن عتبة المهري عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل، وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا قتيبة حدثنا عبثر عن أشعث عن محمد بن سيرين عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن مسلم البطين والحكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين. قال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت بلى. قال فحق الله أحق. حدثنا زهير بن محمد حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها؟ قال نعم. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن خالد الوهبي حدثنا محمد بن إسحاق عن عيسى بن عبد الله بن مالك عن عطية بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة قال حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام ثقيف قال وقدموا عليه في رمضان فضرب عليهم قبة في المسجد فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر.
حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. حدثنا محمد بن يحيى الأزدي حدثنا موسى بن داود وخالد بن أبي يزيد قالا: حدثنا أبو بكر المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نزل الرجل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم. حدثنا محمد بن يحيى الأزدي حدثنا موسى بن داود وخالد بن أبي يزيد قالا: حدثنا أبو بكر المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نزل الرجل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا محمد بن معن عن أبيه عن عبد الله بن عبد الله الأموي عن معن بن محمد عن حنظلة بن علي الأسلمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله بن أبي حرة عن عمه حكيم بن أبي حرة عن سنان بن سنة الأسلمي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال: اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان فقال: إني أريت ليلة القدر فأنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وأبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم قالا: حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان عن ابن عبيد بن نصاص عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا الليل وشد المئزر وأيقظ أهله. حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل عام عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما، وكان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتين. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فسافر عاما، فلما كان من العام المقبل اعتكف عشرين يوما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا يحيى بن سعيد عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل المكان الذي يريد أن يعتكف فيه، فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فأمر فضرب له خباء، فأمرت عائشة بخباء فضرب لها، وأمرت حفصة بخباء فضرب لها، فلما رأت زينب خباءهما أمرت بخباء فضرب لها، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البر تردن؟ فلم يعتكف في رمضان واعتكف عشرا من شوال.
حدثنا إسحاق بن موسى الخطمي حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه كان عليه نذر ليلة في الجاهلية يعتكفها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعتكف. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا عبد الله بن وهب أنبأنا يونس أن نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك عن عيسى بن عمر بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اعتكف طرح له فراشه أو يوضع له سريره وراء أسطوانة التوبة. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر بن سليمان حدثني عمارة بن غزية قال سمعت محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية على سدتها قطعة حصير، قال فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كانوا معتكفين. حدثنا أحمد بن منصور أبو بكر حدثنا يونس بن محمد حدثنا الهياج الخراساني حدثنا عن بسة بن عبد الرحمن عن عبد الخالق عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وهو مجاور فأغسله وأرجله وأنا في حجرتي وأنا حائض وهو في المسجد. حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا عمر بن عثمان بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر عن أبيه عن ابن شهاب أخبرني علي بن الحسين عن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان، فتحدثت عنده ساعة من العشاء ثم قامت تنقلب فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي كان عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فمر بهما رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. قالا سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. حدثنا الحسن بن محمد الصباح حدثنا عفان حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن عكرمة قال قالت عائشة اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعت تحتها الطست. حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم حدثنا محمد بن أمية حدثنا عيسى بن موسى البخاري عن عبيدة العمي عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف هو يعكف الذنوب
ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. حدثنا أبو أحمد المرار بن حموي، حدثنا محمد بن المصفى، حدثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلتي العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.